ويا لمرارة خيبتهم، أولئك الذين كانوا محسوبين من السياسيين والمحللين، أصحاب النظر الثاقب الجالسين منتظرين إطلالة مخلصتهم هيلاري الديمقراطية. ويا للفرحة الروسية بإطلالة ترامب البهية وتصريحاته عنهم التوافقية ليعدوا مزيدا مما وعدوا لمحرقة حلب، ولا هم للإنسانية وسياسيها إن كان القادم مزيدا من أعداد المحترقين والمكتوين، ولا معاناة آلاف مؤلفة من أفواج النازحين. مهم للسياسة اليوم ضرب الأخماس بالأسداس وإيجاد تخريجة للتمييز بين الديمقراطية والشعبوية. وحده من في الميدان يدرك أن كل الطرقات حين تثبت قدماه يمر من فوهة بندقية، وأن إرادة الشعوب وحدها قادرة متى شاءت أن تقلب الطاولة لتعيد ضبط الساعة على وقع نبض الشعوب. مرحبا بكم في ساعة سوريا. والبداية بأحداث 24 ساعة الأخيرة على الساحة السورية نلخصها في هذا الموجز الإخباري. أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات روسية وأسدية على قرى مشمشان شرق مدينة جسر الشغوري في ريف إدلب الغربي. قوات الأسد تستعيد السيطرة على منطقة مشروع 1070 شقة في حلب، والثوار يدمرون بصاروخ مضاد للدروع مجنزرة عسكرية على تلة مؤتة في ريف حلب الجنوبية. تحذيرات من تكرار مأساة الشتاء الماضي ومرارته على اللاجئين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية في ظل نقص حاد في الملابس والخيام التي تقي من البرد والأمطار. مصدر في وزارة الدفاع الروسية يؤكد أن موسكو تستعد لاستئناف الغارات من الجو والبحر على مدينة حلب تزامنا مع إعلان روسيا إيقاف توريدات الأسلحة لنظام بشار الأسد. مرحبا بكم مجددا في ساعة سوريا، وأرحب بضيفة هذه الحلقة الدكتورة عروبة بركات، العضو في المجلس الوطني. أم لست عضوا فيه؟ سابقا، كثير سابقا. الآن ناشطة سياسية ومدنية. مرحبا بك دكتورة عروبة. أهلا بك. يعني العالم كان منشغل بما يجري في أمريكا ومفاجآت ذلك، فيما من هم تحت القصف، الرازحين تحت القصف، أفواج النازحين المعدة للازدياد، الروس يعني بتصريحات ترامب التوافقية معهم كأنهم جاءهم مزيد من الضوء الأخضر لاستمرار أفعالهم ما فوق الحمراء. نعم، مع الأسف الشديد حتى المحطات الإخبارية يعني أشغلت نفسها طوال الوقت، طوال حتى من يعني من مساء أمس حتى ظهر اليوم أو حتى عصر اليوم بتغطية أخبار الانتخابات الأمريكية، وكأن حلب لا تقصف ولا يعني ولا سوريا تتعرض لكل هذا الدمار والقتل وال نعم هذا ما قصدت هو الواقع. إليه، هل برأيك الروس وجدوا الفرصة السانحة أمام هذه التغطية لاستمرار الجرائم ويعدون العدة كما يقولون لما أخفوه منذ مدة قليلا وتحدثوا بهدا، الآن يعودون لصوت إبادة حلب؟ أكيد، ولكن يعني دعنا نضع الأمور على بنصابها الصحيح. روسيا لم تتدخل في سوريا منذ البدايات إلا بموافقة أمريكية. يعني من يعول على أمريكا والحل أن يأتي من الخارج هو إما جاهل أو غبي أو حتى متآمر. منذ بدايات الثورة يعني روسيا أرتنا وجهها الحقيقي من 5 فيتوهات، يتذكر الفيتوهات. وتذكر أنها وقفت صدا منيعا للحفاظ على بشار الأسد، وأمريكا لم تحرك ساكنا. نحن نتعرض، أنت تدري والعالم يدري، أنا نتعرض لحرب إبادة يعني ليست طائفية، حرب إبادة إنسانية في كامل سوريا
ولا يحرك ذلك شعرة من رأس أحد. على العموم سنعود لمتابعة ذلك. أرحب بانضمام المحلل العسكري العقيد أحمد الحمادي. مرحبا بك عقيد أحمد. أهلا، السلام عليكم أستاذ الكريم ولضيوفك الكرام. قبل أن نأخذ الواقع الميداني أعيد إليك هذا السؤال، هل وجد الروس الفرصة السانحة الآن أكثر من أي وقت مضى؟ الصمت الأمريكي للبطة العرجاء كما يسمى الرئيس الحالي في هذه الفترة، ويعني تصريحات ترامب الرئيس المفاجئ المقبل يعني تبحث عن توافقات معهم، فهل انقلبت اللهجة الروسية بعد تلويحات قبيل الانتخابات بهدى وما إلى ذلك؟ طبعا الروس لم ينتظروا رئيسا جديدا للولايات المتحدة حتى يقصفوا الشعب السوري. الروس يقصفون الشعب السوري منذ 13 شهر، وكانوا يزودون النظام بكافة أنواع الأسلحة ويحمونه بالفيتو وبالمنظمات الدولية. طبعا الرئيس الأمريكي اليوم أوباما على وشك الرحيل ليسلم للرئيس الغامض ترامب. طبعا أتوقع بأن الرئيس القادم ترامب سيكون هناك حلول بينه وبين روسيا، لأنه سيتكلم ويعمل بصيغة أو يعني كمقاول، ليس يعني ليضع حد للروس. هو معجب ببوتين كما كانت له بعض التصريحات، وأتوقع بأن العرب والأهل هذه المنطقة عليهم الاعتماد على أنفسهم أولا قبل أن ينتظروا الحلول التي تأتي من الخارج. نعم على كل أدرى بشعابها. نعم على كل يعني الفرصة لم تكن يعني غير سانحة للروس، كانت تفعل تجول في الأجواء طولا وعرضا وما هناك من أسلحة مضادة للطيران. عقيد أحمد نعود إلى واقع اليوم ميدانيا، برأيك لماذا نجحت القوات المساندة للنظام ولا نقول قوات النظام في استعادة بعض المواقع على أطراف حلب؟ طبعا قوات المساعدة وقوات النظام، يعني طبعا إذا أردنا نتكلم بالأمس على 1070 شقة التي استعادتها هذه القوات المساندة، نرى أن 150 غارة جوية تم قصف هذه المنطقة. طبعا منذ شهر شهرين سيطرت قوات هذه القوات على تلة أحد، وتلة أحد هي نقطة حاسمة ويعني تراقب أو ترصد ناريا ال 1070. بالأمس كذلك تم السيطرة على تلة مؤتة، وهذه تشرف مباشرة على ال 1070 من مع مزيد من الغارات واستخدام الجور، مما أجبر الثوار على الانكفاء والانسحاب إلى ما بعد هذه المناطق. طبعا وكذلك تمت هناك معارك كر وفر في منطقة الحكمة وفي باقي المناطق، كما أن قوات النظام تحاول، طبعا هذه القوات الحليفة تحاول السيطرة على الضاحية وعلى المليان، لكنها لم تفلح وتكبدت خسائر كبيرة. طبعا طيران العدو الروسي والنظام ناشط، وكذلك المدفعية وكذلك الصواريخ التي تقصف بها الأرياف الحلبية وترتكب المجازر اعتبارا من إدلب وحتى كل هذه المناطق. اليوم مجزرة في شمشان، في مجزرة في الريف الإدلبي الجنوبي، وكذلك في دار عزة والأتارك ومعبرة نصرين وباقي القرى التي تتعرض للإبادة الحقيقية على يد هذا الطيران المجرم. نعم، ولكن إيضاحا للصورة أن الثوار والفصائل الثورية التي تقدمت من جهة الغرب ما زالت، إن عدنا إلى الخارطة قبيل بدء ما أسمي بملحمة حلب الكبرى، ما زالت هي التي تسيطر على مواقع تقدمت إليها خلال الأسبوعين الماضيين. طبعا المناطق التي
تقدمت إليها قوات الثوار، المعمل الكرتون والمناشر والمنيان والضاحية وحاجز الصورة وحاجز التوالي والمستودعات لا تزال بأيدي الجيش الحر والقوات الثورة. وأتوقع بأن اليوم أو غدا أو ربما في الأيام المقبلة سيكون هناك هجوما معاكسا ضد قوات النظام وقوات الرديفة من الميليشيات. إذا ذهبنا إلى معركتي درع الفرات يعني والتي هدفها الاستراتيجي مدينة الباب، ومعركة غضب الفرات شرقا والتي هدفها مدينة الرقة، ما آخر الأخبار في ذلك؟ طبعا درع الفرات يتقدم وفق الخطط المرسومة، فتم السيطرة على قرية زنكة وترحين وسوقنباط وشيخ جراح، وكل هذه القرى تقريبا تبعد من 7 إلى 10 كيلومتر عن مدينة الباب. ومن المحتمل أن يكون هجوم باتجاه الباب على محاور متعددة، محور زنكة برشاية قبتين، ومحور كذلك سوقنباط توسيان باتجاه الباب، وكذلك الشيخ جراح حزوان الدانة الباب. يعني من الممكن أن نسمع في الأيام المقبلة وخلال أسبوع بأن مدينة الباب على وشك التحرير أو على وشك الحصار من أجل طرد هذا التنظيم المجرم من هذه المدينة. غضب الفرات فهناك قوات سورية ديمقراطية طبعا مع يعني مع ان هذه القوات ليست سوريه وليست ديمقراطيه، كونها لا تعمل تحت سقف الوطن، كونها قوات انفصاليه وتتقدم بتلك المناطق باتجاه الهيشه التي تم اليوم جريمه فيها تذكرنا بجريمه التخار حيث قتل اكثر من 30 شخص فيها. طبعا اقتربت هذه القوات من مناطق شمال الرقه باتجاه تل السمن وباتجاه نيز وباتجاه تلك المناطق، فمدعومة هذه القوات من كل أنواع الأسلحة من أسلحة ألف وكذلك أسلحة أرضية تم تقديمها لهم. أما عندما يتعلق الأمر في الجيش الحر فلا نرى أن هذا التحالف يقوم بتقديم أسلحة عندما يكون السقف الفصائل هو سقف الوطن ورايتها علم الوطن. برأيك عقيد أحمد، وهو سؤالي الأخير يعني في هذه المداخلة، هل اتضحت يعني بوادر اتفاقات وكأن تركيا بعد إقصائها عن غضب الفرات لها درع الفرات، التحالف الدولي والقوات الكردية قوات سوريا الديمقراطية لها الرقة، وتطلق يد روسيا والنظام في حلب، فهل تتوقع أن تصعد روسيا من غاراتها على حلب؟ طبعا أتوقع بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن حليف كبير في هذه المنطقة كتركيا من أجل حفنة من المتعاملين معها كسوريا الديمقراطية، ولكن أن هذه القوات يتم استخدامها من أجل هذه المعركة. أما منطقة الرقة كما صرح المسؤولين الأتراك بأنهم لن يسمحوا بقوات سوريا الديمقراطية أن تدير هذه المنطقة. أما منطقة حلب فأتوقع بأن القوات الروسية إذا بقيت أمور الإدارة الأمريكية على هذا النحو وأن هناك موافقات ضمنية فأتوقع بأن ستتقدم وستتابع في معركتها من أجل السيطرة على مدينة حلب وإخضاع هذه المنطقة لا سمح الله. العقيد المحلل العسكري أحمد الحمادي، شكرا لك على ما أفدتنا به. أعود إلى ضيفتي في الاستوديو دكتورة عروبة بركات، يعني وقد تعمدت أن أنحيك عن الجانب العسكري ولكن تبعات ذلك وكناشطة في حقوق الإنسان والإغاثة، إن استمر هذا الفعل الروسي المطلق اليد بجرائمه على حلب، السكان ضمن حلب لا يمكن أن يغادروا، المحاصرون وقد رفضوا لعلهم قبل ذلك، ولكن الضربات تأتي على أطراف في الريف وتزداد موجات النزوح مع الشتاء. نعم. لماذا هذا الصمت العالمي حتى في هذه القضية الإغاثية؟ أنا أسأل لماذا هذا الصمت العربي والإسلامي؟
هنالك صمت، نحن نعرف أن هنالك مؤامرة على سوريا من قبل تشارك فيها كل دول الغرب، يعني فرنسا هلأ قواتها تحارب مع قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الألمانية دخلت والبريطانيين موجودين. دعنا نتكلم عن العرب والمسلمين، ماذا فعلوا لهذا الشعب الجريح منذ 6 سنوات إلى الآن؟ أليس معيبا أن يبقى اللاجئون من سادس شتاء الآن، هذا سادس شتاء، يعيشون في خيام تملأها المياه وتملأها الثلوج وتملأها الأوحال. سنعود إلى قضايا النازحين واللاجئين، ولكن سؤالي، هل متوقع حاليا مع التحضيرات الروسية بدء موجات نزوح جديدة رغم الشتاء؟ طبعا متوقع أن يكون هنالك موجات لجوء ونزوح من داخل سوريا وكذلك في العراق، وأنت تدري ماذا يجري في العراق. نعم، الصمت العربي والإسلامي هو المخجل والمخيف. سأعود إلى ذلك، ولكن أدعوك والمشاهدين الأكارم لنتابع هذا التقرير عن التحضيرات الروسية لمحارق جديدة في حلب. على وقع تقدم قوات الأسد في عدد من محاور جبهات مدينة حلب، ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستعد لاستئناف الغارات الجوية والبحرية على المدينة المحاصرة في الساعات القادمة، وذلك بالتزامن مع إعلان روسيا إيقاف توريدات الأسلحة لنظام الأسد. من جانبه أكد المتحدث باسم الكريملين أنه لن تشن غارات مباشرة على الجزء الشرقي المحاصر من حلب كما كان الحال في الأسابيع الماضية، وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن عدم تنفيذ غارات على شرق حلب أمر منطقي طالما لم يبدأ المسلحون عمليات قتالية. من جهة أخرى، ذكر مصدر عسكري روسي أن مجموعة السفن الحربية الروسية التي توجد في مقدمتها حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف ستستخدم في تنفيذ ضربات ضد مواقع بمحافظة حلب، وأضاف أنه من المرتقب توجيه ضربات إلى مواقع في مشارف مدينة حلب بطائرات حربية، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ كالبير المجنحة. بدورها أكدت الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسية إيقاف توريدات الأسلحة إلى جيش بشار الأسد بعد أن قدم الجانب الروسي كمية كافية للنظام. وعبر مدير الهيئة ألكسندر فومين عن أسفه لتوقف التعاون الفعال بين روسيا ونظام الأسد، وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية أن روسيا كانت تتعاون مع النظام بنشاط حتى الماضي غير البعيد، وقدمت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات يستخدمها جيش الأسد، مشيرا إلى صعوبة الوضع في سوريا وأن التوريدات النشطة قد توقفت كليا. يرى مراقبون أن روسيا بإعلانها وقف توريد الأسلحة لنظام الأسد تمارس الكذب البواح، لأن الواقع الميداني على الأرض يخالف كليا ما تبوح به للإعلام، فالقتل والتشريد بحق السوريين لا تغيب عنه بصمة الروس الدموية. يعني لابد من الدخول في هذا التصريح الذي أطلقه التقرير ووصفه بالكذب البواح الذي تمارسه روسيا، يعني أعلنت أنها أوقفت توريد الأسلحة، فيما أعلنت أيضا أنها أتت بمزيد من أسلحتها وأن هذه الأسلحة ستستخدمها على الأراضي السورية، وبذات الوقت يعني مع هدنها المعلنة من طرف واحد لم تتوقف. ما الذي يجري وروسيا مطلقت اليد؟ حين يسمى روسيا الدب الروسي فهي دب بكل معنى الكلمة، بقوته يعني أولا، بقوته وبوحشيته وببطشه وبجبروته بقذارته بكل هاي الصفات. روسيا هكذا، روسيا كل تاريخها هو عبارة عن وحشية مستمرة من أيام القياصرة لأيام الشيوعيين لكل الأيام. روسيا متوحشة، وهي لازم يعني فلتي من عقالة ما لقيت حدا يردها ولا يحجم لها دورها، بالعكس العرب راحوا عملوا صفقات معها بالأسلحة. الآن هاي الأسلحة يعني هذا الكلام اللي تحكي عن هدن ولا عن توقيف تصدير الأسلحة وكله يعني لا يعني شيئا، هو عبارة عن طريقة حزب البعث في الكذب والخداع. جابت حاملة الطائرات صحيح، طريقة حزب البعث أم البعث أخذ منهم؟ هم يعني أعرق في يعني باعتبارنا إحنا خبراء في طريقة حزب البعث. نعم. يعني أشبهها بهم لأن يعني هذا نتاج حقيقة صحيح، ولكن
يعني لا تعني التصريحات الروسية أي شيء طالما الطائرات الروسية ما زالت تقصف في حلب، ولا تهتم حتى تدري أن قصفها لمجمع المدارس في حاس، قالت أن لا أطفال، أنكرت في البداية أنها قصفت، ثم قالت أنه لا يوجد أطفال في المدارس. يعني طيب، روسيا تتكلم شيء وتتصرف شيء آخر، ولكن إلى متى يبقى السكوت على هذه المهزلة؟ يعني الروس يريدون أن يأخذوا حصتهم الكبرى من الكعكة السورية، هذا واضح، واضح أنهم تركوا الشرق تأخذها نفوذا احتلالا وليس يعني أرضا تضمها أو جوارا. في المقابل هناك من يقول أن الدولة التي تقدم الكثير للسوريين واللاجئين ويعني من أصدقاء الشعب السوري وتساعد عسكريا حتى فصائل ثورية تذهب إلى توافقات مع روسيا، وعلى قاعدة المصالح في النهاية روسيا مطلقة اليد. نعم صحيح صحيح، روسيا مطلقة اليد، ولكن لدينا شعور يعني وإيمان عميق بأن هذه الثورة ستنتصر. نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب الأرض، والثوار لم يتوقفوا لحظة واحدة، لا أقول يوما، لم يتوقفوا لحظة واحدة عن تقديم التضحيات. سيتغير الموازين في يعني خلال فترة قادمة، لا أدري متى هي، ولن يغير موقفنا. أننا نريد أن نخرج كل المحتلين من أرضنا. يعني روسيا دخلت ولا تدري أنها تواجه ناس كالحجارة، لا تتغير، لا يغيرون موقفهم، صامدين كالجبال. يعني روس في أفغانستان قضت على الاتحاد السوفيتي من دخولها إلى أفغانستان. الآن أنا أتوقع أن تفتت روسيا الاتحاد الروسي. نعم. كما أتوقع أن يتفتت هذا توقع، ولكن يعني مهما كانت درجة الصمود التي تكبر وهذا شعب قدم هذه التضحيات، من المستحيل يعني أن تمحى هذه البطولات وهذه التضحيات كلياتها ويستسلم لمصير يريده آخرون أيا كانوا. ولكن لماذا حتى الآن؟ أين الأصوات السياسية؟ أين وحدة الموقف السياسي غير ما ينشر من بيان ورقي بين كل شهر وشهر خجلا؟ أين الناشطون؟ أين أفعالهم؟ أين صوتهم؟ أين مؤسسات الإغاثة؟ أين التحرك في الدول التي تدعي صداقة؟ في البداية أستطيع أن أقول أن الائتلاف بتكوينه الحالية سرق قيادة المعارضة من المعارضين الحقيقيين. أصلا هذه ليست معارضة، هذه ثورة. أين هم الباقون؟ الباقون يحاولون بشتى الوسائل، ولكن 6 سنوات من الـ من الـ من التهجير والـ 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 والفقر. أنت تدري أن الشعب السوري خرج من دياره، يعني الذي خرج بملابسه، لم يستطيع أن يحضر معه شيئا، حتى لو أحضر 6 سنوات كافية لاستهلاك كل شيء. إمكانياتهم ضعيفة، ولكنهم لا يتوقفون عن الحراك. هنالك حراك ثوري وسياسي وإغاثي موجود على كل أصعدة وعلى بكل فئات الاجتماعية. أين هو بصراحة هذا الحراك السياسي الذي لا نراه إلا في الدعوة إلى بعض اعتصامات يحضر إليها عدد من الأفراد؟ لا نجد اعتصاما أمام سفارة مهمة حقيقة، يخيم، يسكن أياما، ترفع فيه لافتات، عبارة عن تأدية واجب لمدة بضع دقائق ومن أعداد فردية. ولكن هل تدري أننا نحاول أن نحصل على ترخيص للوقوف في اعتصام أمام السفارة الروسية ولا السفارة الأمريكية، ولا نحصل عليه؟ أتدري؟ حتى هنا في تركيا؟ نعم، حتى هنا في تركيا. في تركيا أنا آخر مرة قلت لهم لا أريد أن أخرج بمظاهرات، إنها ليست مظاهرة، مجرد عبارة، محشورين في حديقة واحدة منذ 4 سنوات إلى الآن، نخرج في هذه الحديقة كل أسبوعين نخرج في حديقة، معتصمين، متظاهرين. شو كان؟ هل يحدد المكان لكم في نعم حديقة؟ نعم، يحدد لنا المكان ويحدد لنا الوقت، ساعة فقط. حتى الذين في الحديقة لا يشعرون بنا، لأننا غير يعني لا غير مسموح لنا. لماذا هذا السكوت ولماذا هذا التملق؟
كل هذا التملق لتركيا، ولا أرى إلا من مشاركين معكم في المظاهرات يعني كلمات لا يقرأ منها سوى تمسيح الجوخ بصراحة. نعم، هنالك بعض الناس الذين استمرأوا تمسيح الجوخ، تعودوا في سوريا أن يمسحوا الجوخ، وهنا يمسحون الجوخ، وإن ذهبوا إلى أي مكان آخر سيستمرون في هذه الطريقة. نعم، أنا يعني أنا وغيري ذهبنا إلى الحكومة التركية، ولكن الحكومة التركية يعني إلى مؤسسات ممكن أن تتعامل مع الحكومة التركية، لكن الحكومة التركية قالت أن الائتلاف هو المخول بإيصال الطلب لي، يعني لا غير مسموح لنا أن نأخذ طلب في مظاهرة. جميل جميل، فإحدى القنوات الرسمية عن طريق الائتلاف. عن طريق هل الائتلاف يمنعكم؟ لا، الائتلاف يعطينا يعني يحضر لنا الترخيص، ولكن ترخيص في مكان واحد، الحديقة اللي جنب الإطفائي الفاتح، هذه هي. هذا تحديد الائتلاف، أحد في الائتلاف يحدده أم في الحكومة؟ لا، التركية. الحكومة التركية. الحكومة التركية يعني في مرات سابقة طلبنا بأنه نعمل مظاهرات أمام القنصلية السورية في اسطنبول. طيب، هذا دور الناشطين، وكما قلت ولكن يعني الأصوات السياسية مشرزمة. المؤسسات الإغاثية والتي في البداية ما شاء الله في العام الأول من الثورة يعني أعدادها أكثر من أعداد المواطنين صارت. صحيح صحيح. أين هي؟ طبعا ليمحص الله المؤمنين، يعني قلت انخفض عددها، ولكن كمان في ظاهرة أخرى أنه صار تضييق على نقل الأموال وتحويل الأموال من دول الخليج. كان دول الخليج السوريين الموجودين في دول الخليج هني أكثر المتبرعين لأخوتهم اللاجئين ولا نازحين، وحتى الأمم المتحدة قالت هذا الكلام أنه أكثر تبرعات أجد للسوريين هي من السوريين نفسهم اللي بدول الخليج. الحكومات الخليجية ضيقت على السوريين الذين يعملون في الخليج في موضوع ضيقت التحويلات. في تحويلات الأموال لأنها يعني لها جوانب ولها أمور دولية واتهام بأنها تذهب إلى غير النازحين ومكافحة إرهاب وسوى ذلك. المؤسسات الرسمية في دول الخليج يعني بحملة واحدة كنا نرى عشرات إن لم أقل مئات ملايين يعلن عنها، وبأشراف مؤسسات إغاثية هناك، إنما كان هناك دور لأصوات رجال دين لأناس فاعلين. من يحرك هذا المجال؟ يعني هل جفت منابع الخير والعطاء هناك أم هناك يأس من كثير من الأصوات؟ الحقيقة هذا أكثر ما يؤرقني، إنه كيف يستطيعون أن يتوقفوا عن مساعدة السوريين؟ كيف يستطيعون أن يتوقفوا عن نجدة أهلهم السوريين؟ يعني من المخجل والمعيب أن يبقى اللاجئين في المخيمات، أن تكون الخيام لا غير صالحة للسكن لأكثر من 3 سنوات، هلأ السنة السادسة ولم تتغير معظم الخيام، الحالة البنية التحتية تبعية المخيمات من أسوأ ما يكون. وفي قضية تانية كمان، في قضية أنه في ناس انتهازيين ومرتشين ومنافقين وأخذوا كتير أموال لجيوبهم الخاصة من العرب ومن السوريين. لماذا المؤسسات لا تشرف بأنفسها على هذا الموضوع وتترك المجال لمثل هؤلاء السماسرة وصل الوسطاء؟ لا أدري، لأن التجديد على تحويل الأموال حتى من خلال منظمات إغاثية، ولكن الآن يجب أن نصرخ في وجوههم. طيب، أن نعلي صوتنا ونقول لهم كفى، نحن عرب مسلمون ولنا حق عليكم أن لا تبقون في هذه الحالة. في كل عام المأساة تتكرر، الشتاء لا نقول على الأبواب لأن ظروفه المناخية دخلت من برد ومطر وأوحال وما إلى ذلك. قد تكون الأحوال في المخيمات أفضل قليلا، مخيمات اللجوء أتحدث، والتي هي ضمن دول مجاورة بالذات في تركيا، ولكن مخيمات النزوح هي التي حقيقة يعني وضع لا يوجد فيه حد أدنى من الكرامة الإنسانية، الإحساس بإنسانية الإنسان. العالم صامت
وحتى النشطاء كأنهم في كل عام يستيقظون على دخول شتاء كأنه فجأة يأتيهم. قبل 3 أشهر أو شهران عرفنا أن في مخيم الركبان الذي على الحدود في داخل الأراضي السورية على الحدود التركية الأردنية في جنوب سوريا قريبة من الحدود الأردنية بعد أن أغلقت الأردن الحدود مع سوريا توقف اللاجئون أو النازحون عن الدخول إلى الأراضي الأردنية واستوطنوا الأماكن القريبة من الحدود يعني فقط ليشعروا بالأمان بأن هذه المناطق لن تقصف. تشكل مخيم الركبان وأظن أن الجميع سمع به. أكثر من 100,000 يعني بالبدايات قالوا لنا 75,000 لا الأرقام الحقيقية فوق 100,000 بني آدم عايشين في مخيم الركبان ماشي؟ منعت الأردن المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية وهي وأنت تدري أنها الفتات التي تأتي يعني المنظمات الدولية 70-80% من الأموال المخصصة للمساعدات تسرق تنهب من قبل القائمين عليها أو إن كان في الداخل السوري تعطى للنظام السوري. في الخارج أنا أدري وأنا لدي وثائق عن ذلك يعني. لم تقبل الأردن إدخال مساعدات من المنظمات الدولية إلا بعد مفاوضات لأشهر عديدة وبعد أن استشرت الأمراض بين الناس وهذه المنطقة عبارة عن صحراء في الجنوب صيفها حار جدا وشتاؤها قارس. أحد الأشخاص استطاع أن يبني بيتا من الطين من الرمال والماء والتبن ليحمي أطفاله من عوامل الطقس. تعرف الناس على هذه الحالة صاروا يطلبوا من أولادهم أقاربهم من الخارج أن يرسلوا لهم التكلفة لا تزيد عن 150 دولار 140 بالضبط دولار بناء بيت. الذي استطاع أن يرسل لأهله استطاعوا أن يبنوا. قبل شهرين بدأنا أن نطلب يعني ننشر حملة لمساعدة الناس الذين ليس لديهم أقارب أبناء في الخارج يرسلون لهم 150 دولار ماشي. جمعنا مبلغ من المال وأردنا أن نرسله للناس هناك ليبنوا بيوت طينية قبل حلول الشتاء. الأردن تعتبر أي دولار يدخل إلى سوريا هو دولار للإرهاب. لم نستطع أن نوصل الأموال يعني هددونا حتى إن كان عن طريق جمعية إغاثية مشهرة حتى عن طريق الأمم المتحدة. لدينا مشاكل كثيرة في لبنان أنت تدري ما زي في لبنان. طيب دعينا نتابع هذا التقرير عن تزايد مخاوف اللاجئين والنازحين السوريين من تكرار مأساة الشتاء الماضي وكما قلت للأسف في كل شتاء لا نصحو إلا متأخرين. نتابع التقرير. في ظل ظروف إنسانية غاية في الصعوبة يحل الشتاء الخامس على اللاجئين السوريين بمنطقة البقاع في لبنان دون مقومات أساسية للحياة ووسط مخاوف من تكرار مأساة الشتاء الماضي إثر تناقص مساعدات الأمم المتحدة. ومن 1,700,000 لاجئ سوري بلبنان بينهم 500,000 غير مسجلين يعيش 34% من اللاجئين في مخيمات عشوائية داخل قرى وبلدات ريفية وجبلية في البقاع. هؤلاء اللاجئون يعبرون عن استيائهم من تخفيض الأمم المتحدة للمساعدات التي تقدمها للكثيرين منهم بدعوى انخفاض قدرتها على تحصيل الموارد المالية الكافية للإغاثة. وتمثل الأمطار التي انهمرت خلال الأيام القليلة الماضية على هذه المنطقة المعروفة أساسا ببردها القارس نذيرا بقساوة ما سيحمله شتاء هذا العام لسكان عشرات المخيمات المنتشرة بالبقاع شمالا وجنوبا. وفي ظل هذا الحال فإن اللاجئين يتخوفون جدا مما ستحمله الأشهر الأربعة القادمة في ظل انعدام ما يقاومون به تلك الظروف حتى ينتهي الشتاء الحالي.
هذه الأوضاع الحقيقة جزء كبير من أهلنا بسوريا غير متعود عليها، البرود القاسي واللي تحت درجة الصفر، وحتى موضوع الثلوج وغيرها. وفي ظل هذه المأساة يتساوى خوف اللاجئين من الشتاء بالتوجس من سياسة تخفيض المساعدات التي تلجأ إليها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إضافة إلى الهيئات الإغاثية المحلية. ويقول مسؤولون بجمعيات أهلية وخيرية إن المساعدات الشتائية مثل البطانيات والمدافع والشوادر البلاستيكية في تناقص حاد مقارنة بالأعوام التي خلت، فيما يؤكد اللاجئون وجمعيات إغاثية على ضرورة تلبية الاحتياجات الضرورية قبل بدء موسم الثلوج الذي يكون أشد قساوة من الأيام الراهنة. ومع انشغال المحيط العربي في أزماته والكبار في البحث عن مصالحهم، تستمر آلام الشعب السوري ودمائه في النزيف دون أن يحرك دعاة الإنسانية الزائفة والمدافعين عن حقوق الإنسان ساكنا. يعني هذا غيض من فيض، والتقرير يركز على مأساة اللاجئين. اللاجئين التعريف القانوني هم من عبروا الحدود إلى دول أخرى، وإنما من داخل الحدود ومن يسموا بالنازحين مأساتهم أصعب من ذلك، الوصول إليهم أصعب، والأعداد الآن في الزيادة. تفضلت، الأردن يغلق الحدود، لبنان ربما إلى حد ما، في الشمال لا مجال إليهم إلا من جهة تركيا، وتركيا على رغم ما تتكلم به من تقديم مساعدات وصداقة أيضا مغلقة الحدود. أين يذهب هؤلاء؟ لا يتركون لنا خيارات، يعني لا الأردن ولا لبنان ولا تركيا. تركيا من سنتين مغلقة الحدود، يعني لا يتحدث الناس. أنت تدري الذين حاولوا تعرضوا للقتل. يعني أنا أقول لماذا لا تتحرك؟ ألا تستطيع السعودية والكويت والإمارات؟ الإمارات فاقد الأمل منها تماما. أنا السعودية والكويت ما بتقدر تبني مخيمات محترمة في داخل السوري على الحدود. إرسال أغطية، إغاثات، خيام، لا نريد بناء. يعني وعلى فكرة هذا حق دولي قانوني وليس منة من أحد. أعرف ذلك. أنا أقصد في بناء مخيمات، لا أقصد أنها يعني مبنية، يعني لا من طين ولا من حجر ولا سواها، على الأقل خيام ممكن أن يعيش فيها الإنسان، لأن يعني بعضهم تحت أكياس البلاستيك. نعم، المثقوب. نعم، حتى الآن مخيم أطمي الذي أنشئ منذ عام 2012 أوكي، للآن يعاني معاناة شديدة من خيامه العتيقة، من عدم وصول مساعدات إليه، من عدم وجود أغطية كافية للناس، عدم وجود طعام. يعني مخيم أطمي اللي قريب على الحدود، فكيف بالمخيمات التي البعيدة قليلا عن الحدود في العمق السوري؟ وهنالك مئات منها، لا أقول العشرات لأن عشرات قبل 3 سنوات، الآن مئات من هذه المخيمات. عذرا أستقطعك لأن معنا اتصال حاليا. ينضم إلينا السيد تيسير القيصراوي الناشط الإعلامي من مخيم عرسال للاجئين السوريين. مرحبا بك سيد تيسير. تحياتي لكم وتحياتي لضيفتك الكريمة. نعم، يعني لبنان لعل الشتاء يأتيه مبكرا أكثر من الأردن. حدثنا من خلال الواقع الذي أنت فيه عن واقع اللاجئين في لبنان عموما وفي عرسال حيث أنت. نعم أخي الكريم، بس خليني على الناشط الإعلامي تيسير القيصراوي. نعم، تيسير القيصراوي الناشط الإعلامي. نعم، هو ظاهر على الشاشة كذلك. سيد تيسير، إلى أن يعود الاتصال مع الناشط الإعلامي تيسير القيصراوي أعود إليك سيد عروبة بركات. يعني هذه الأحوال، الواقع هو الواقع مهما أكثرنا من الحديث فيه، كيف يمكن بخطوات عملية منظمة أن ندرأ ما نستطيع عن هؤلاء؟ نحن يعني منذ فترة نطالب بعقد مؤتمر على يعني على قدرنا
وليس مؤتمر في الخمس نجوم في اوتيلات الخمس نجوم لحل مشكلة اللاجئين، مشاكل اللاجئين اليومية، مشاكل التعليم والطبابة والعيش الكريم. يعني مع منظمات دولية ومع منظمات عربية، منظمات دولية أقصد ليست منظمات تابعة للأمم المتحدة، وإنما منظمات سورية معظمها سورية ولكن أنشئت في الخارج، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي في فرنسا معظمهم. نحاول أن يعني أن نجمع بعضنا لنتمكن من يعني وضع خطة للعمل، لأن العمل الإغاثي عمل مشرزم. طيب إنك بكل بساطة، فوضوي. بكل بساطة أريد أشياء عملية أكثر. يعني إن كنتم لا تستطيعون جمع بعضكم، هل هذا الجمع سيؤدي إلى وضع حلول لمثل هذه القضايا والتي تعجز دول عنها؟ الحقيقة يا أستاذ الكريم، الحقيقة لقد فقدنا الأمل بالأمم المتحدة، فقدنا الأمل سياسيا وإغاثيا، لأننا نعرف ونرى. مرة أخرى أستأذنك إلى أن الاتصال قد عاد، ونراعي ظروف المتصلين أو من نتصل بهم وهم خارج الحدود. السيد تيسير تفضل. نعم أخي الكريم، كنت قد بدأت أن للأسف يبدو هناك يعني تقطعات في الاتصال، أرجو ترك الهواء مفتوحا مع أي تواصل يأتينا أو نستطيع التواصل معه في حين ندخل مباشرة. أعود إليك سيدة عروبة بركات، أسأل خارج نطاق يعني هذه الدعوات النبيلة والخيرة ممن يريدون تقديم شيء أو يعتقدون في الحلول الأكثر نجاعة، مثلا دور علماء الدين، وأقول علماء الدين ذوي الصوت المسموع، ولا أتحدث عن مشايخ ما يعرف بالسلطة والرزم حليب وفتاوى نواقض الوضوء. أين هؤلاء؟ هل هؤلاء صوتهم مسموع بكلمة، بصلات معينة، بمنشور يستحسون آلاف الأشخاص وما أكثر الخيرين من أخوة عرب ومسلمين وسواهم في هذه البعض؟ ولكن طبعا هذا مطلوب منهم ومطلوب من الائتلاف الذي لا يفتح فمه في موضوع الإغاثة الإنسانية، ومطلوب من المنظمات الدولية أن تتحرك. يعني طبعا بالتأكيد العلماء الدين، وإنما وإلا ما هو دورهم؟ يعني أنت تدري قبل شهرين أو ثلاث توقفت العديد من منظمات طبية الإغاثية السورية العاملة في الخارج، يعني المؤسسي في الخارج، عن التعامل مع الأمم المتحدة نتيجة الاختراقات العديدة التي تمارسها الأمم المتحدة ومنظماتها على الحدود السورية وفي الداخل السوري. يعني نحن يعني لا ندري من أين نجد الحل. يعني نطالب الناس أن يتحدثوا، نطالب المعارضين أن يتكلموا، نطالب الآن علماء الدين، هذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية ودينية، وربنا سيحاسبهم عليها، لأن هؤلاء الناس في العراء يعيشون أسوأ الظروف، وهي مسؤوليتهم ومسؤولية كل عربي وكل مسلم، كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل أنحاء العالم، مسؤولية هؤلاء في رقبته، في رقبته. يجب أن يتبرعوا، يجب أن يأتوا، يجب أن يجمعوا، يجدوا وسيلة لإحضار المال، لإحضار الوسائل. من يريد شيء يستطيع إليه السبيل صدقيني. يرحب بانضمام السيد محمد نعيمي، رئيس رابطة اللاجئين السوريين، الرابطة الحقوقية لحقوق اللاجئين السوريين. مرحبا بك سيد محمد. مساء الخير أستاذ محمد. يعني دائما أصحح التعريف لنذكر أنها رابطة حقوقية وليست إغاثية كي لا يعول على أكثر من دور لها. سيد محمد، أوضاع اللاجئين يعني تحدثنا كثيرا عنها الآن، ونحن في الشتاء على أبوابه عوامله كلها، ماذا عن النازحين؟ المتوقع أن تزداد أعدادهم إن استمر الطيران الروسي والنظام على هذا على هذه الوتيرة. سيد الكريم، أعتقد أن يجب علينا نحن كوسائل إعلامية وأنتم كوسائل إعلامية استخدام مصطلح المهجرين، فلذلك نشمل النازحين داخل أراضي سوريا واللاجئين خارج أراضي سوريا. دعني منطلق بأن الوضع داخل أراضي سوريا ووضع النازحين،
قررت في أكثر من لقاء أن لدينا الآن في الشمال السوري ما يقارب 3 مليون نازح في الشمال ريف الشمالي للاذقية وريف إدلب وريف حلب. هناك الأوضاع تخطت حد الخطأ. كنا نتحدث أن هناك 85% من النازحين هم دون خط الأمن الغذائي بشكل الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية العالمية. نحن الآن لم نعد نبحث عن الغذاء، نبحث عن الإيواء، لا نبحث عن الدفء ولا نبحث عن الغذاء. لدينا الآن حوالي 250 ألف إنسان بحاجة إلى إيواء. درجة الحرارة في شمال حلب تصل إلى 2 إلى 5 مئوية، درجة الحرارة لا تطاق بشكل كامل، عداك على الوضع الأمطار. الحل يجب أن لا يكون طبعا أنتم تؤدون دوركم كإعلام، ولكن إذا أردنا أن نطرح الحلول، الحلول المنطقية تبدأ منا نحن كسوريين، إن كانت منظمات مجتمع مدني أو ائتلاف. حتى الآن لا يوجد هيئة ترعى بشؤون المهجرين. يعني نرى أن لبنان، حرب لبنان منذ أكثر من 40 عام كانت حرب لبنان، وحتى الآن هناك وزارة مخصصة، وزارة شؤون المهجرين. في العراق كذلك الأمر، في أفغانستان كذلك الأمر. لماذا لا يخصص وزارة أو مديرية إسماء مديرية شؤون اللاجئين تكون بعيدة عن وحول السياسة وحول العسكرة، تتواصل مع الأمم المتحدة وتضع الخطط كي لا تتحول هذه المنظمات الإغاثية إلى دكاكين ارتزاق. عذرا سيد نعيمي، عذرا للمقاطعة، ولكن يعني لا نريد الحديث بما ليس له واقعا. الحكومة الجديدة تسلمت وفي خزينتها 4,000 دولار، هذا بتصريح هنا في هذا المنبر وعلى هذه الطاولة من رئيس الحكومة الدكتور جواد أبو حطب. على ماذا نعول من حكومة لا تمتلك مرتبات، لا تمتلك شيء؟ يعني إن افتعلت هذه الوزارة والوزارة لا يعترف بها أحد. سيد الكريم، هذا هو الخطأ الذي نقع فيه، هو جر هذه القضية قضية ثانية لدخول السياسة. أنا اجتمعت مع الدكتور جواد قبل التشكيل وطلبت منه هذا الموضوع، حاولوا تشكيل منظمة إنسانية لا علاقة لها رسميا بالحكومة، طلب الائتلاف تكون منظمة مجتمع مدني، لأن هناك مبالغ مخصصة من قبل الأمم المتحدة تتجاوز بالمليارات. يعني على سبيل المثال 2 مليار وصل العام الماضي 2015 إلى لبنان، لا يوجد هيئة مراقبة لهذه المبالغ. إلى الأردن كذلك الأمر. إذا الأمم المتحدة تبلغنا أن الهلال الأحمر السوري هو المنظمة الوحيدة المعترف بها للتعامل ضمن الأراضي السورية، عداك عن بعض المنظمات الأمريكية التي. عذرا للمقاطعة، نصف الدقيقة الأخيرة، نصف الدقيقة الأخيرة متروك لك، ماذا تقول فيه من نداء وأعد بفتح ملف جديد حول هذه القضية؟ سيدي الكريم، نحن بحاجة إلى الالتقاء إلى الحد الأدنى من تحمل المسؤولية، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المجتمع المدني إن كانت الجماعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي تحمل الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية بهذه القضية وعدم جرها إلى وحول السياسة. شكرا لك السيد محمد نعيمي رئيس رابطة حقوق اللاجئين السوريين. عذرا دكتورة، وإن كان الدمع في عينيك يعني يرسل رسالة، أعد المتابعين والمشاهدين الأكارم بحلقة قادمة وأكثر تنظيما حول هذا الموضوع. الشكر لك دكتورة ولمتابعتكم مشاهدين الأكارم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من ساعة سوريا.